السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعاً. معكم مهندسة أمال الشرقاوي، وكيلة لشركة جينيس العالمية، وبشتغل أونلاين بيزنس. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. دخلنا العشر الأواخر، والنهاردة ليلة 25. ربنا يتقبل منا يا رب، وربنا يعيننا على ذكره وحسن عبادته، وإن شاء الله نصيب ليلة القدر، وكل واحد فينا يحقق أحلام ويحقق كل اللي نفسه فيه، وكلنا ننعم بالسعادة والصحة والعافية إن شاء الله. النهاردة أنا طالعة أقول لكم على خبر جميل جدا جدا. احنا عندنا دورة اسمها اصنع مستقبلك. الدورة دي احنا عاملينها دورة مجانية تماما اونلاين على برنامج الزوم. بنساعد فيها كل حد عايز يتطور، عايز يحسن من نفسه، عايز يكتسب مهارات، عايز يطلع الطاقة اللي جواه، عايز يساعد نفسه ان حياته تبقى افضل ويتقدم في حياته ويجد نجاحات حلوة. الدورة دي هتكون مع شخص قيمة وقامة عالية جدا، هو الدكتور أحمد قدوس، وهو مدرب رائع للتدريب والتنمية البشرية والتحفيز الشباب على التطوير، وهو الابن الروحي لدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه. معروف جدا دكتور أحمد قدوس على مستوى الوطن العربي، واللي يسمع عنه عارف انه دوراته رائعة والناس على مستوى العالم العربي بتستفيد منه جدا. فإحنا عاملين الدورة دي نساعد اي حد عايز يطور من نفسه ويحسن من حياته، يكتسب مهارات جديدة، يزود من دخله، يطلع طاقات جديدة جواه. الدورة دي هتكون لمدة 3 أيام، هتكون مجانا تماما، هتكون أونلاين يوم 6 و7 و8 من مايو. أي حد عايز يحجز فيها يتواصل معايا، يبعت لي 4 حاجات: الاسم، التليفون، البلد، الإيميل. يبعت لي ال4 حاجات ديت علشان أسجل حضوره ضمن الدورة بإذن الله. يا إما تتواصلوا معايا هنا على السوشيال ميديا، سواء اليوتيوب أو الفيسبوك أو الإنستجرام، يا إما في البوكس ديسكريبشن، صندوق الوصف اللي تحت، في رقم الواتس بتاعي تتواصلوا معايا عليه، وبإذن الله تحضروا معانا وتديكوا دفعة قوية إن أنتوا تغيروا حياتكم في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي بيتطور تطور سريع جدا، والإيقاع سريع قوي بين يوم وليلة، كل حاجة بتتغير وفي أبديت وفي حاجات جديدة، فلازم الواحد يلم بيها ويطور من نفسه، لأنه احنا متفقين اللي ما بيتطورش بيختفي. لازم أتطور، أحسن من ذاتي، أحاول أكتسب معلومات زيادة، أحاول أثقف نفسي، أحاول أبقى محيطة باللي حواليا من معلومات، من تقدم، من اكتشافات علمية، من حاجات جديدة تطور مني وتطور من اللي حواليا، أسرتي، عيلتي، وكل الناس اللي حواليا. فدي دعوة لأي حد عايز يحضر الدورة دي المجانية، يتواصل ويديني ال4 بيانات دي: الاسم، التليفون، البلد، الإيميل. يومكم سعيد ورمضان كريم، وإن شاء الله طاقة وإيجابية وصحة وسعادة. سلام عليكم، تحياتي.